الأولى التي أسمعه، لكنني لم أتوقف عنده هذه الوقفة إلا هذه المرة. ذلكم الحديث هو ما رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بسند صحيح كما يقول النووي. هذا الحديث الحقيقة فيه أكثر من وقفة، لكن أقف فقط مع وقفتين. الأولى، لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يربينا في هذا الحديث على معنى جليل دلت عليه آيات قرآنية، وهو تمرين هذا اللسان على العفة حتى ولو كان السب متوجها إلى حيوان لا يفهم ما نقول لو سببناه الليل والنهار. الوقفة الثانية مع هذا الحديث هو تعليل النهي عن السب فإنه يوقظ للصلاة. فإذا كان الحديث ينهى عن سب حيوان يسدي إلينا نفعا بإيقاظنا للصلاة، سواء كان هذا في آخر الليل أو قبيل طلوع الفجر أو حتى عند زوال الشمس كما يذكر بعض العلماء أنه يصيح عند هذا الوقت، فما ظنك بالذين يطلقون أنسنتهم بسب أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل الذين عم نفعهم وكثر خيرهم وتنسى حسناتهم الكثيرة وتبرز بعض أخطائهم وما هم بالمعصومين؟ سبحان الله، وصلى الله وسلم وبارك على هذا الرسول النبي الأمي الكريم الذي يربي.